لا لا انا هسه انا باختصار ولكن اريد انا انا يعني اي هسه سريت تمنع لي اربطك اياها لا امنع لي هاي الضربات وبعدين نتفاهم امنع لي هاي الضربات إيه؟ لا اريد اربط الاحداث حتى توصل لك الفكره تفضل. حتى انا اوصل لك فكرتي اريد اربط الاحداث إيه؟ اقول بانه كل الاعتداءات التي كانت على القواعد الامريكيه لم تتبنى جهه معينه هذا الاعتداء هاي واحد من فصائل محور المقاومه الفصائل الموجوده اليوم معنا. محور المقاومه جاي ما تبنت لا لا محور بيانات بيانات هسه لا تقول لي هسه لا 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 اليوم الاخوه لا واحده من اثنين لا لا واحده لا لا واحده من اثنين هاي الحزوره انا ما تقنعني واحده من اثنين الفصائل اللي موجوده مقاومه لو مو مقاومه على الارض العراقيه المعروفين يا اما تقولي هذول مقاومين يا اما مو مقاومين ولابسين عباءه المقاومه كذبا وزورا هسه الاعتداءات ما صارت على فصائل مسمى بأنه هي فصائل سيد هي العزيز. تحت سيد حتى تحت ألوية الحشد الشعبي مبينة من سين يعني هذا استقطاع الكلام والله العظيم ما والله مستقطاع من ألف إلى ياء من ألف إلى ياء عدنا إيش قد يمكن 85 فصيل على ما أعتقد إذا أنا ما غلطان 74 فصيل 74 فصيل كلهم مقاومين لو مو مقاومين هذا باختصار شديد وبيانات المقاومة ده تنزل يا أما هم لابسين عباءة المقاومة فعليا ومقاومين وحياهم الله وخليهم يروحون يتوكلوا يا أما هم مو مقاومين أنا أريد اسم صريح أريد اسم صريح حتى التنسيقية هاي واحد حتى ما نزل بيان باسم التنسيقية حتى أعرف هم من ضمن التنسيقية من ضمن المقاومة الإسلامية لو لا لا مو أكو غطاء اسمه التنسيقية لفصائل المقاومة البيان ما صدر من هذه التنسيقية هاي واحد اثنين اليوم أنا أريد مسمى هذا الفصيل اللي تابع لهذه التنسيقية للحشد الشعبي هو اللي يتبنى ليش حزب الله علق عملياته والله إيه أنا جايك اليوم حزب الله ليش حزب الله كتاب النجباء بعدهم مستمرين هسه مهم هسه العمليات في وقتها ما كانت تعلن على هذه الجهة أيه. اليوم الأخوة في حزب الله قالوا بأنه أنا أعلق عملياتي لأنه امتثالا لأمر حكومتي أيه. الحكومة العراقية ايش قالت بأنه هذه اللي يعني تنديد بالقصف الأمريكي على مقر الحشد